كشف الموقع الخاص بالشحن فرايت ويفز تغيير السفينة زيميورب مسارها متوجهة نحو أفريقيا بدلاً من المرور عبر باب المندب عقب تغريدة المتحدث الرسمي باسم قوات صنعاء يحيى سريع، والتي تم تفسيرها كتهديد للشركة الإسرائيلية التي تمتلك أسطول من سفن آل النقل حول العالم، وتظهر بيانات موقع للسفينة من ميرين ترافيك أن السفينة زيميورب خلال طريقها من بوسطن إلى بوات كيلانج بماليزيا مرت عبر مضيق جبل طارق ودخلت البحر الأبيض المتوسط يوم الجمعة، واستمرت في اتجاه الشرق حتى كانت بين وهران بالجزائر وقرطاجة بإسبانيا، ثم قامت بالدوران بعد الظهر يوم السبت، ووصل أسهم شركة زيوم إلى أدنى مستوى لها منذ 5 سنوات بعد تهديدات أنصار لله.